صفى إلا الخريف وشابت قلوبنا عم تستنى لحظة صيف والدفا بتروبنا ما مرق ولا حتى طيب وصرخة ما حدا بيسمع والألم ما ودع صرخة خنقت أنفاسها بلكي الموت بيحضنها شدت عراسها هموم السنين مغطرة لما الشر منغرسه مثل الشجر ولما الخير مندفنه تحت الحجر ودار المحبة والوفا كله مكسر كله مكسر صرخ مين يسمعك صوتك محتار صرخاتك مالا من الألم هاي صرخات خير شو بابا؟ تعبان شوي تكون لحقنا هات لسانك افتح باب الخزانة النصاني بتلاقي كيس في 1,200,000 طالعون مضبوطين Oh.
صباح صباح صباح. عنا مشاوي شرقي غربي وجبات يومية. شفنا شو جميل. جميل. يلا نجي. محمرة. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا. أهلين. شرف. لا بس عاوز جميل بكلمتين. جميل. كلم الأستاذ إذا سمحت. لبن عيران. عصير. مانجا. بس آه كله فريش. أهلا وسهلا نورس. معك حدا؟ عاوزك كلمتين برات المحل. تشرف. طيب ارتاح تفضل. تعرف يعني احنا في الشغل بس أنا جاهز يعني مرة أطلع معي بعدين نحكي. هدي يا أستاذ نورس شو بدك؟ قصدي شو بدكم؟ شو بدكم؟ أنا جاهز. يعني أنت بتعرف ليش أنا جايك؟ آه في حل. في حل بنور رب العالمين وبالقانون وسأل محامي إذا بدك. اطلع معي هلا بالأول. بعدين بعدين بخير. أنا شيلين لك لك هدي لك معلم عليك لك واطي لك واطي لك تعلم علي يا واطي لك 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 روح لك روح لورا لا تفضلوا لك عندي يا شباب. خلاص خلاص ابو محمد ابو حلب. زباين 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 استروا حرتكم. ويلكم. وصوا 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 وصوا. جميل تعالهم. صباح. لك شو هذا اللي ساويتيه؟ ولك قوية منعرفك قوية اما مجنونة ولك حتى جنان في له حدود. لك عملتينا فضيحة بالحارة؟ الفضيحة إلهم مو إلنا. لك لما بتصير الفضيحة بتعم على الجميع مثل العيب بيعم على الجميع. دخليك قليلي إذا كان سيد جميل جوزك بده يرجع لك شلون بده يعيش مع هدول الناس؟ ها؟ إن شاء الله عمره ما يرجع هداك التاني. إيوه إن شاء الله عمره ما يرجع. ها؟ طيب وحضرتك شلون بدك تعيشي مع هدول الناس؟ إيه أبوكي معه حق. لك شو هاد؟ شو هالمستوى هاد؟ يعني عم تحاكموني كأنه أنا اللي اعتديت على الست بوسينة. لك الله يعين بوسينة. هو أبو بوسينة على بلوتون. لك أنا ألي عين اطلع بوشه لأبو منزر بقى. ولك أنتي ولك أنتي لا بتعرفي مصلحتك ولا بتعرفي مصلحة عيلتك. ومن أنا المشي أمي تضربي بهالقسم. هاتي يا دليل
شهر كامل ما بدي اشوف في خلقتك يا معلم. الله وكيلك، مرحبا. ما في بيني وبينه. وطي صوتك. أنا ما دخلني هلا، بتسلم عيلتك ولا بعد شهر منشوف. معلمي باقي سيدك. الله يخليك، عم أقول لك قسما بالله مرحبا. أنت عم تسمعني ولا لا؟ سيد راسي، والله إذا ما إجيت على الشغل بطق بأرضي. خلص أمرك معلم، أمرك. بآخر الدوام بسلم عهدتي وبمشي. جميل، أنت بتفهم عربي ولا لا؟ عم بقول لك هلأ بتسلم عهدتك. لك يلا خلصني. يعني ما رح نخلص من القصة بقى؟ ما بعرف. عجبك منظرك هيك؟ هذا منظر هاد؟ مو بإيدي، مو بإيدي. حسيت راسي مثل النار وما رح يمشي الحال إلا إذا بردته. وعلى شو مثل النار دخلك؟ يعني شوفي شي مستاهل. كيف شوفي شي مستاهل؟ لك أختي، هاي أختي. إيه لا تسوق فيها، كل القصة وما فيها إنه أختك ما عرفت تاخد حصتها بزكاة. لك حصة شو هي؟ كمان هذا الموضوع بتسميه حصة؟ كل شي بحياتنا حصص، وكل واحد هو وشطارته بقى. لك شو عم تحكي لك روضة؟ أنا حسيت عيون العالم عم تخزقني، عم بتشقني شق. لك خلصنا بقى، قلت لك لا تسوق فيها. ما حدا عم يشوف أكتر من تحت رجلي، العالم معمي على قلبها. بس أنا الموضوع عم يجرحني. إيه ما في شي بيجرح. كيف؟ كيف ما في شي بيجرح؟ بس شو بنا؟ حكينا. هذا الموضوع حاجة كبره، خليه بحجمه الطبيعي. حاجة لسه توقف لي على مراية وترجيك حالك إنك أتجبل. أنا دع الخلق للخالق. بعدين انت شو بدك؟ لك حصة خدها. لسه كل يوم نعيد ونفتق بهالموضوع. والله بزعل منك. ها ترمي وسخ علينا، لك مفكرة حالها متجوزة رجال؟ كذابة ما كذابة، بس انا مستحيل تعمل هيك. أنا بقول شيء، أنا بعرف البلد. شو بكم؟ شو في؟ بدي. شو بكم يا جماعة؟ شو في؟ شو صاير؟ سويلة شو في؟ بكفي من هون، ما عاد تتحركي، فهماني؟ لك انت هيك عم تخربي لي كل شيء عم بعمله. نحن عم نحاول نظبط الموضوع وحضرتك نازله تفحصي بالعباد. اذا ما بدك جوزك تصطفلي تنمحي، في شرع وفي قانون، مو كل شيء بده يمشي على كيفك. هس ما بدي اسمع ولا حرف. وهي لك رح اتصل قدامك بجوزك هلا. ايوه مرحبا جميل، كيفك سهري؟ اهلين تامر.
أخي إلها لأختك، شو ما بدها أنا جاهز، بدها تطلع، بدها ترجع مثل ما بدها، شو بدها أنا جاهز. لا لا مالي مريض أنا، بس مشتاقة للصغيرة. أمرك، خلص بنشوفك على خير إن شاء الله. الله معك. عجبك الشاي؟ يلا حبيبي اشرب الماي. ريتو ساعتين عندك شي بابا؟ سلامتك. Thank you.
شو صحاك امي؟ عم تفكر فيها ما هيك؟ مالك قدران تنام؟ بسألك شو صحاكي؟ أنا والله كمان فكري مشغول. على بوسينا؟ لا والله عليك أنت، خايف عليها ما هيك؟ مو أنت نصحتيني إني ما خاف على مرأة؟ معناتها ناوي. أمي أنت شو رأيك؟ أخ والله الله يقدم يلي في الخير. حاول تنام أمي، حاول. تصبح على خير. سامر يا روحي يا سامر، خد خد هلا لحقتك بالشايات. صباح الخير بابا. يا صباح الخير. شو فايق بكير على غير عوايدك؟ اي والله ما قدرت نام يا امي. يا علي عم تفكر فيها ما هي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تعال افطر معنا. وجع على بالي هلا بساي فنجان قهوه بركي بصحصح. زين افتحي. انا يوسف. افتحي. مرحبا. عازمك على الفطور. يعني جبت هيك مناقيش و بتعملي لنا كاسة شاي منيح مع المناقيش. تفضل. سكر الباب ولا خليه مفتوح؟ ما بعرف. يعني مثل مسلسلات مشان انه ما لازم. رح ساوي شاي. انت بتحب المناقيش؟ كله نعمة كريم. هاي عن جد قديش بسمع هيك شيء ما عم بقدر صدق. هيك يا رانيا. وينها؟ شبه هاي شو عملنا لها؟ انت مو عملتي لها شيء. لكن شو القصة؟ ولا شيء. انا المقصودة من هالبوز تبعك. بوز؟ اه لكن شو بتسميها؟ شبكي شوفي شو صاير بينك وبينها. انا من جهتي ما رح احكي شيء. سألي يا إلا إذا هي بدها تحكي تصطفي. ريما من إمتى نحن منخبي على بعض؟ عن جد لا تحرجيني أنا ما رح أحكي شيء. بس أنت هيك ولوشتيني كتير. طيب شو فيها؟ سألي يا إلا يمكن يطلع الحق علي ما بعرف. صباح الخير بليوس. لك أهلين. أهلين أبو مستو. لا تواخذني مشان الله، والله أنا وشي مسود منك. لك خلص يا زلمة، شو كنت نايم بالطريق؟ نمنا مشي الحال. أخي
من اليوم بتنام عندي بالبيت، انتهى. خلاص امرك من اليوم. مو مشكله، رح اجيب قهوه اجيب لك معي. ايه جيب لي وسط. ايه طب ماهر سعد صباحك، عملنا فنجانين قهوه على راسك. يلا حبيبي يلا. الله يعطيك العافيه يا رب. عفوا يعني بس انا جيت اطمن اذا كنتوا عم تنقلوا او اذا كان بدك تقلي شيء قايم لي شيء على جنب، فواتير مي كهرباء ترابيه. بدك ما تواخذني الله يخليك، ما بدي تشيلهم على جنب. يعني بلشتوا تنقلوا؟ لا شو ننقل، لسه بكير، ما على وقت. ما لا شو معكم وقت، ما اتفقنا انه التسليم فوري، يعني صار لازم تبلشوا بقى يا اخي. شو لازم ما لازم، الله يرضى عليك، شو شغلكم فيكون، ما بدنا ندبر حالنا بالاول. لا مو هيك الاتفاق. الاتفاق يا اخي والله ما رح نقصها، الله وكيلك ما رح نقصها. حتى سأل حسان اشترينا البيت وجاهز، بس نخلص من الكسوة، ولو خلصنا اليوم بننتهي، ما رح نقصها. لك اخي شو على كيفك، تعصى ولا ما تعصى، انا معي ورق وهذا الورق قابل للتنفيذ، يعني بتيجي الشرطة بتطلعك من البيت بعشر دقائق. شلون ورق شو هاد؟ انا معي عقد ايجار منتهي مدته. عقد شو هذا؟ شو إيجار ما إيجار؟ يا أخي أنا مأجرك هذا البيت لأسبوع، والأسبوع انتهى، فهمت علي بقى؟ روح لك عمي روح، أنا لا استأجرت منك ولا اتفقت معك على شيء، أنا أصلاً تلك على بعضك ما بعرفك. طالما هيك الموضوع أنا هلأ رايح جيب الورق وأنت جيب سيارات مشان تنقل عفشك. وينك؟ بالرواق أنا كنت ناوي أعطيك كم يوم، بس طالما هيك عم تحكي ما رح خليك تقعد ببيتي ولا يوم زيادة. عمي ليش مشاكل؟ تعال نتفاهم. ما في تفاهم بيني وبينك، روح تفاهم مع حسان. شوفي شو صاير، مين هذا الزلمة؟ ألو حسان، لك شو هالمصيبة اللي وقعتني فيها هاي؟ حدا بيبيع بيته بيوم بده يطلع بعد يومين منه، وين بدي زبط أغراضي أنا؟ بدي زبط بالشارع؟ من يومين بتطلع لنا أختك صباح وبتفضحنا، وبعدين بيجيني هذا الزلمة بده يحمل عمشي وغراضي وبده يزت ليها مرة، وشو عاملكم لك ابني؟ أنا شو عاملكم؟ ألو إيه حسان، شو هذا اللي عم يصير؟ مو بس مشان صباح، هديك حسابي معه بعدين، المهم هلأ نحل موضوع البيت. لك شو الحل؟ ما نحل، ما عمل له عقد إيجار معي للزلمة بده يزتنا بالشارع. ليك هلأ بتترك كل شي من إيدك وبتجي بسرعة، مفهوم؟ شو بنا أبو منذر؟ أنت ليش هيك خايف؟ لك بقصة تخف أبو خوف. لك عن قصة شو؟ طعمة طعمة. هلا أنا ماني عارفاني ليش هيك بدي هزز بدنك، ما نحن بكل الأحوال طالعين وطالعين، إذا مو اليوم بكرة. شو عمل أنا؟ زدت عفشي بالشارع، ما كله كان واضح وعلي يد ابن أختك. هلا ليجي منشوف، ما بنعرف شو صاير معه. ما بنعرف شو صاير معه، بس هو بيعرف شو صاير معي، لأنه كان بكل كبيرة وبكل صغيرة. لك قولي لي مشان الله شو سوي سهيلة؟ لازم تهدى وتقعد تفكر برواق. لك ليش أنا قادر أفكر من أصله؟ المصايب عم بتجيني واحدة ورا واحدة وكله فوق راسي. إجت مسينة راحت مسينة، إجت دورة زبدي راحت دورة زبدي، إجت صباح فتحتنا وجرصتنا، إجت صاحب البيت بده يرميني بالشارع. مش شاء الله من ابني لأي ولا منين؟ أنا رح أطق رح أطق. طول بالك الله يخليك، والله كله بينحل. لك وينه هذا المغضوب ابن أختك؟ أنا رايح لعبده. أقعد أقعد مشان الله، أنت صحتك على قدها، خلص هو جاي هلا رح أعمل لك سهورات. إيه؟ إذا بتريدي وين بلاقي المدام ناريمان؟ في الغرفة هون. مرحبا حسينة حبيبتي، اشتقت لك، كيفك؟
الحمد لله، انت كيفك؟ تمام. رح اترككم شوي مع بعض عن اذنكم. شكرا وفاء. عدي عدي عمي، مشان الله ركز معي. الرجال هيك كان شرطه، انت ما سمعته؟ هلا ما حدا جاب السيره من اصله، بعدين على حد علمك ومعرفتك مو انت اللي بعته واشتريت؟ شو بعرفني؟ هذا اللي صار، يمكن صار غلط سوء تفاهمه، بس هذا اللي صار، يمكن غلطنا بالعقد. انا ما دخلني مثل ما ورطني بدك تطالعني. انا ما ورطتك، العقد كان بين ايديك، ليش ما قريته؟ لك انا عقد ما في عقد، ما انا كنت عامل لك وكاله. صوره العقد كانت بين الاوراق، يعني انا كل فكري انك شفته. حسان لا تجدب علي. انا عم بجدب عليك؟ الله يسامحك. عم قول لحالي ليش عم تاخذني وتجيبني وتورجيني بيوت للاجره؟ بسيطه يا سيد حسان، يقوم بعلمك انا ماني متحرك من هالبيت لحتى اخلص كسوه بيتي الجديد. مو على كيفنا عمي، مو على كيفنا. طولوا بالكم يا جماعه، هلا بدنا حل. الحل انه نتصل ونشوف هذاك البيت اذا لساته فاضي ولا لا. عم بقول لك انا ماني متحرك من بيتي. ما عاد بيتك عمي، ما عاد بيتك، انت بعته وقبضته وكل شيء نظامي. انا عصيته هون والجن الازرق ما بيطلعني. مو على كيفنا عمي، مو على كيفنا. هالايام ما عاد حدا يقدر يعصب البيت، هذيك الايام راحت وما بقى ترجع، وبالقانون. ليك لك شو انت بدك تجلطني؟ هلا انا اللي بدي اجلطك؟ استغفر الله العظيم. لك هلا انا بدي افهم انت معي ولا معه؟ انا مع الحق عمي. لك انا عاهد. لك الزلمه دفع مصاري حق البيت، شو جاي ياخذه منك ببلاش؟ حقه. ما بصير هيك حسان. لك شو ما بصير؟ مو شايفتي تقولي انا اللي بدي طالعه؟ لا انت ولا غيرك بيقدر يطالعني، شو سدي بالشارع يعني؟ عمي ما بدها مكابره، بدك تطلع يعني بدك تطلع. عم بقول لك خليني ساعدك وانت مو رضيان، يعني كل شهرين ثلاثه وبينقضوا بالاجار. معناتها انت غششني، انا مأمن فيك وعم وقع لك على امياني وانت عم تغشني. والله ما بعرف اذا كنت عم غشك، بس كل شيء مكتوب بالوراق ليش ما قريت؟ لك انا مأمن فيك، مأمن فيك. الامان بالله، مو بالعبد، العبد بيغلط. جاي تطرقني محاضره يا غشاش يا واطي. لا تخلي كبر معك بالحكي، انت رجال قد ابي. لك تفو عليك وعلى ابوك اللي بعرف يربيك، بدك تسد بالشارع يا واطي. عم تسب ابي كمان؟ مشان بسيطه يا ابو منذر، بسيطه. لك انا كنت بدي ساعدك، بس لانك حكيت هيك رح خلي ابو سليم اليوم قبل بكره يسد لك غراضك بالشارع. عم تحكي على تربيتي ما؟ ليش انت شو مربي؟ نوراس ابو الخمسين ورقه ولا ابو سينا ست الشرف والاخلاق؟ لك قرود بروح. الى هون عيونكم نعمه، ما في حدا فيكم طلع منه خير؟ ولا لانه زلمه ختيار صرتوا كلكم كنت نهشوه؟ للا برا، للا برا، واحد نصاب حرامي. انا نصاب وحرامي يا ست بوسينا، عفوا يا اني سيراني. اسمع حسان، اطلع لبرا كرمالك. بس اطلع خلص بقى، روح على بيتكم. يلا معا. اخذت بابا. لا تهز بدنك، صحتك بالدنيا. بيروح شوف شو اخرتها معه هذا. لك ناريمان شبك؟ انا جاي لعندك لطمنك على حالي مو لخوفك. انا بس بدي اعرف وين عم بتنامي، من وين عم تصرفي، وين عم تروحي، وين عم تجي. لا تخافي، انا مدبره حالي. كيف يعني ما خاف؟ مثل ما عم بقول لك والله مزبطه اموري. طيب انت معه؟ لا معه ولا مع غيره، ولاد الحلال كتير، بس نحنا يا حسرتي على قد ما معمي على قلبنا ما عم نشوف غير ولادين الحرام. طيب شو بده يصير هلا؟ شو بدك تعملي؟ ما رح يصير الا كل خير ان شاء الله. حاجه بقى تساليني اسئله، انا اجيت لطمنك عن حالي وعن قريب ان شاء الله بتعرفي كل شيء. ايمتى عن قريب؟ اسبوع اسبوعين؟ يعني ان شاء الله شغله اربع خمس ايام. طيب لازمك مصاري؟ لا خير الله واجد الحمد لله. الله وكيلك، مو لازمني مصاري ولو بقلي. كيفون اخواتي؟ كيف رانيا؟ الامريكية، وذلك قبل ان تعود قبل ايام بمباركة دولية وامريكية واسعة بعد انتخاب الشيخ شريف. مرحبا. اهلين. شو؟ شلون صرت؟ منيح منيح، بس شو؟ يعني علم علي ابن الحرام. شو تفضلت بالله عيدة لشو؟ عم قلك علم علي ابن الحرام. لك نوراس، شو هالمخ اللي إلها؟ شو علم علي ما علم علي؟ بعدين الله عاطينا هذا لشو؟ لشو؟ مشان نشغل عضلاتنا؟ لك كبر عقلك بقى، كبر عقلك.
مرحبا. لك اهلين عادل، اجيت والله جابك. والله مرة من هون بالصدفة، فقلت لحالي اكيد الازمة بالخزان عندنا. والله فيك الخير يا عادل، الله يخلي لي اياك. انا طالع على الصبح. مع السلامة. لك والله انت عقلك شغل ايدك، ما اخذ حصتك وتيسرك؟ ايه خلاص، يصطفلوا. لسه عندي شوية مصاري بالبيت. إذا من حصتك روح جيبك. شبه؟ احنا لأنت بنضل هيك؟ كيف يعني هيك؟ يعني مو لازم نكتب كتابنا على القليلة؟ قلت لك أنا جاهزة. روح اطلبني من جوز عمتي مبدئيا. ليش أنا بعرف عمتك؟ لا أعرف جوزها بالأول. أي بسيطة. ألو، أهلين أبو قيس. لا لا، هالمرة غير شي. ايه والله حزرت. ايه الشبه اللي بالي بالك، شب كتير ظريف. انا واثقة انك رح تحبه، انا واثقة انك رح تحبه انت وعمتي كتير. ايه بدنا نجي نزوركم؟ ايه طيب ماشي، اوكي اوكي باي. شفت حلوين؟ لكن ان شاء الله تتهني تقبريني حلوين. وعافية صهور. مع امك يا رب. كل كل بصل. يا ميدا اهلا وسهلا. طبعا بعيشوا. لكن ان شاء الله تتهني اللي تقبري قلبي. ان شاء الله بتعيش وبتجيب يا رب. يا غالية. حلو. ايه هي مبروكة حلوة على ايدك. بدك تشوفه؟ بلا يا اخي. ليش بلا؟ هذا ابوي. اذا شافني رح يبقى اكثر. يا ابو قيس. ما عندنا قصة تخلفنا فيها. معلم واحد. يلا يلا سامر. لك سامر. سامر امي. شغلي ما بدي شغلي معلم وانت صناعي. سامر. سامر تعيش في امك. سامر. سامر. تعال. تعال حبيبي. تعا شوي. تعا أمي ليش متنح؟ تعا تعا حبيبي. تعا 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 أمي شبك متنح؟ تعا We'll be right back.
لما عيون الحب تنسى النهار، قلب مجروح وامل محتار، حلم بحلم وعتم بعتم وافكار انحرت صفى إلا الخريف، وشابت قلوبنا عم تستنى لحظة صيف، والدم فبتروبنا ما مرق ولا حتى طيب، وصرخة ما حدا بيسمع والألم ما ودع، صرخة والألم ما ودع، خنقت أنفاس بلكي الموت بيحضنا، شدت عراسة هموم السنين مغطرة، لما الشر منغرسه مثل الشجر، ولما الخير مندفنه تحت الحجر، ودار المحبة والوفا كله انكسر كله انكسر، صراخ مين يسمعك صوتك محتار، صرخاتك مالا من الألم، هاي صرخات العار.